ليليان رقصي رقصي ليليان لفي. مين هونيك؟ هيلين هيبي شوفي. ليه عم تطلعوا من زاوية الباب؟ عم صور هي ليليان. ها شو حلوة شنطتك. ايه هيلين قولي شوفي. شلون؟ ما فهمت. يا عمري عم يفكروا بولاد غيرهم، قال بدهم يتبرعوا بشناتيهم تبعت السنة الماضية لولاد ما عندهم شناتي. كتر خيركم والله، في عالم كبيرة بالعمر ما بتفكر مثلكم. ماشي قلبي رح نتبرع فيهم إن شاء الله. هلأ أنتوا جاهزين مشان نروح على القرطاسية؟ يلا بسرعة بدنا نروح على القرطاسية ونشتري لكم أغراض جديدة للمدرسة. لك لا والله مو مشان هيك، مشان يكون حماس مشترياتكم. يلا عبد الله هادي. وصلنا على القرطاسية لحتى نشتري مستلزمات المدرسة للبنات. قررت اليوم أعطي البنات كل واحدة فيهم 3 دقايق يشتروا فيهم مشتريات المدرسة، ما دخلني إذا نسيوا شي. هيلين هيدي جاهزين تشتروا مستلزمات المدرسة بثلاث دقايق؟ يلا. شو هاد؟ يا عمري من نفس لون أواعيكي. تمام هيلين معك 3 دقايق تشتري مستلزمات المدرسة. رح أعدلك 1 2 3 بلشي. هادي يلا هيلين بسرعة. يلا يلا هيبي جيبي شي عرباي شي شغلة. سبت سبت فار. هادي حط هادي. هادي هيلين. يلا هيلين عم يروح الوقت منك. يا هيفي قلت لك حطي لها شي سله شي عرباي للبنت مشان تحط اغراضها فيهم. ما بعرف شكله هون ما في سلات وعربايات. بسرعه بسرعه هيلين بسرعه. يلا يلا وقع القلم منها. هيفي شيلي. يلا هيلين ضل دقيقتين معاكي بسرعه استعجلي. يلا هيلين عمري. هيفي بامكانك تساعديها اذا نسيت شي. يلا بسرعه ماما. يلا قلبي يلا يلا عم يروح الوقت على فكرة ويركض. هيلين عصيت هون محل الدفاتر لك بسرعة. يلا ماما استعجلي. هيلين ما عارفة ليش بدها تاخد. يلا قلبي بسرعة استعجلي. هيلين بما انه هاي السنة صف 7 ان شاء الله محتارة شو بدها تاخد دفاتر معاها او كم دفتر رح يلزمها. هيلين عمري بسرعة. هيبي ساعديها اذا نسيت شي زكريا. يلا عمري هيلين راح الوقت ضل دقيقة ضل دقيقة ونص بس. يلا بالمحل مستغربين منا انه عم يستعجلوا يشتروا الاغراض. يلا هيلين بسرعة قلبي بسرعة بسرعة. لك شو حتضلي اليوم هون؟ عمري بسرعة عم يمشي الوقت. ضل معك دقيقة واحدة بس. يلا هيلين دقيقة واحدة قدامك لحتى تاخدي الاغراض البقية. بسرعة بسرعة اركضي. بدي اركض وراها ومضطرة لانه لازم صور كل شغلة عم تاخدها. هيبي حفظي شو بدك تاخدي جايك الدور لانه بعدها. ليليان عمري مو وقتك هلا. هيلين حطيهم على الطاولة مشان تقدري تاخدي باقي الاغراض معاكي. يلا 40 ثانية ضل معاكي بس يا هيلين. عم يروح الوقت منك. يلا ماما بسرعة. حطوا حالكم محلة لهيلين واعطيكم 3 دقايق. يا ترى رح تتأخروا مثلها؟ مستحيل أنا بعرفكم رح تقشوا كل القرطاسية. 25 ثانية قدامك بسرعة كدي ماما. يلا 20 ثانية ضل يا هيلين. هيلين جذبة لو تركت الدفاتر. يلا بسرعة تركيهم هون. يلا يلا 10 ثواني يا هيلين. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 بيتي. للأسف خلص الوقت يا هيلين. هيلين بس خلص الوقت تبعك. والله للأسف خلص الوقت تبعك. صار وقتها لهيبي كمان. هدول اشتريتهم هيلين بثلاث دقايق بعدين رح تفرجيكم اياهم بالبيت ان شاء الله. هيبي
حاضر مسنز جاهزة. هلا بدك تبلشي، رح نعدل لك كمان. ايفي صار وقت تختاري غراضك بثلاث دقايق بس. 1 2 3 بلشي بسرعة هيفي، ما تنسي شي. المفروض هيفي تعرف شو بدها تاخد، لانه هي كانت عم تشوف هيلين شو عم تختار. هيلين حرام يعني استعجلت اكتر منها وخلص الوقت، فهيفي المفروض تعرف شو بدها تاخد اكتر. يلا هيفي ماما لا تحتاري، سرعة قلبي. والله لو كان في سلة هون كانت ساعدت البنات كتير. نحنا متعودين على هاي القرطاسية، المشكلة كتير غراضهم هيك يعني منيحين. ليليان لك مو وقتك، بسرعة هيبي بسرعة، بدي اركض وراها لهيبي كمان مثل هيلين من شوي. كوش كوش كوش، يلا بسرعة هيبي، محتارة شو بدها تاخد. يلا هيبي قلبي لا تتلبكي. هيفي ضل قدامك دقيقتين، لك راح دقيقة على الفاضي ولسه ما شايلة شي انتي. يلا ماما يا ربي منا لهيفي. هيفي بسرعة استعجلي. انا متأكدة المتابعين كانوا قشوا كل القرطاسية صدقا بناتي، عم يحتاروا شو بدهم ياخدوا، بس حلال عليهم يمكن عم ياخدوا بس الشي اللي لازمهم، ما بدهم ياخدوا شي اضافي. بسرعة عمري، يلا يلا هيفي بسرعة حطيهم عندها على الطاولة للبنت وراكي. هدول بإيديكي ملبكينك على فكرة. ايه اتركيهم ورا عند البنت بسرعة بسرعة. بيربط شو بدك بدك كاكالدو؟ هادي هادي ولي ضعنا، هادي هادي دفتر كزن، هادي هادي يا عمري. هيفي متلبكة كتير. هيفي ضل قدامك دقيقة واحدة، يلا بسرعة ماما. هيفي بسرعة، حاسة حالي عم استعجل فوق راسها لهيفي وما عم تعرف شو بدها تاخد. هيفي عمري ضل عندك 50 ثانية، يلا بسرعة. كرك ثانية ضل 40 ثانية، يلا بسرعة عمري. هيلين تعي ساعديها لهيفي، محتارة شو بدها تاخد. بسرعة قلبي. هيفي تلبكت كتير ما عاد تعرف شو بدها تاخد. تمام قال جون. ايه ليلي اتركيه على الطاولة عند البنت. هيفي 30 ثانية او 9 ثانية، هادي بسرعة ما عاد تلحي تاخدي شي. ها على فكرة يلا يلا بسرعة. هيفي علقت هون عند الدفاتر، عم تحكي لي انه كلهم دفاتر رياضيات، ما عم تلاقي الدفاتر اللي بدي اياه هون. هيفي 10 ثانية، هادي بسرعة. دقوز سكيز يدي ألطي بش در اتش اكي بيتي، خلص الوقت يا هيفي. دول غراضهم تبع المدرسة، اشتروهم كل واحدة بثلاث دقايق، بس أنا شايفة شوية نواقص فلذلك رح يرجعوا يشتروا غراض. رح أعطيكم دقيقتين تشتروا الشغلات اللي ما اشتريتوهم. بير اكي اتش بشلين، هادي يلا كمان دقيقتين لتشتروا اللي ما اشتريتوه بسرعة. هادي هادي هيفي، هادي هادي هادي. وين هيلين؟ هيلين وينك؟ هيلين هيلين هونيك عم تنقي الدفاتر اللي بدها تاخذهم. بسرعة هيلين، هيبي مستعجلة. يلا هيلين بير دقيقة خالضو، هادي ساذجة بير دقيقة، هادي 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 كظم. بسرعة اركدي، بعدها دقيقتين ما عاد تشتروا شي. ها انا عطيتكم دقيقتين زيادة فوق 3 دقايق مشان يعني تشتروا النواقص بسرعة يا بنات. يلا يلا يلا. شوفي هيفي ماما، أنا هاي السنة صف ثالث، ما بعرف إذا عندي سوسيال ولا ما عندي. يلا هيلين يلا ماما بسرعة بسرعة. 10 ثانية قاضة بير إيكي إيت ديرت بيش
6 7 8 9 10 خلاص هيلين خلاص لا خلاص بس اشتريتوا كل القرطاسية انتوا بهالدقايق واعطيتكم كل واحدة دقيقتين كمان شنطتهم شنطة بعد جدفال هدول كمان الغراض ونرجع نفرجيكم اياهم ان شاء الله بالبيت اشتري لكم لانش بوكس كمان يا بنات هيلين هيفي اشتروا لانش بوكس هاي حلوة كتير لهيفي والله هيفي شفنا لك لانش بوكس قال واو شو حلوة هاي هيفي كتير عجبتني واو انت كمان بدك أنا بامبو بحبة شنطاي استيرو يا عمري طيب سيدرا اختارت الشنطاي الزهري وانتي كمان زهري ماشي تكرم عيونكم هيلين وانتي اي شنطة بدك اللي فوق ماشي هلأ بقله للشبي ينزل لك الشنطاي اللي فوق يا الله الشناتي اللي بالعراق ما احلاهم ما شاء الله ما بعتقد رح لاقي بتركيا احلى منهم وليليان حتى اشترت شنطة ما احلاها على شكل ارنب بجنن انا حبيت الشنطاي البنفسجي تشوفوا ما احلاها لونها بجنن بس هيبي وسيدرا اختاروا لون زهر على راحتهم اللي بدهم اياه حبيت وحده تاخذ هذا اللون والثانيه تاخذ اللون الثاني بس مشي الحال هيبي هيلي جينا لهون مشان نشتري لهم اواعي كمان منيح نازل اواعي شتويه هون بالمحل هذا المحل انا بعشقه اواعيهم كلها حلوه لا هيفي هذا للنوم ما بيصير للمدرسه ايه هيفي هذا كتير حلو والله حطيه بالسله يا كتير حلوين والله هدول يلا حطوهم بالسله بدنا نروح على البيت جنايدين صباح الخير هذا اليوم الثاني من شوي فاقوا من النوم ومو مصدقين يفتحوا غراضهم ويفرجوكم شو اشتروا امبارح هدول الشناتي اشتروهم من العراق واو كتير حلوين منيح انه اشترينا شناتي من العراق لانه الشناتي اللي كانوا بالمحل ابدا ما كانوا حلوين والله شوفوا شنطاية هيفي بتجي 3 قطع مقلمة فرجيهم القلم لك كمان مقلمة وشنطة أكل وشنطة كتف هيلين شنطايتها فرجينا شو فيها مميزات إذا الكلير لا مو ضروري تفرجي جوا لا لا هاي واو بقلبه مليان شغلات كتير حلو هدول فيها تحط محايات كمان برايات حبيت والله هاي اشتريتها على اساس للالوان وطلعت صغيره وانتي هيدي فرجينا ليليان اشتريت هدول كمان هيدي اشتريت نفس تبعيت هيلين هدول الالوان تبع لهيلين هيلين فرجينا كمان شوفي جوات شو جايبه يلا بسرعه هدول الالوان مو ضروري تفرجينا اياهم جريك يوك هيلين بدها تفضيهم بالعلبة إلين طلعت صغيرة كتير يلا ما علينا ما علينا أنا بامبي واو جابت هي علبة تلوين أكبر من تبعيتها لهيلي يلا عادي شوفي كمان فرجينا هيلي شو هاي شو هاي نسيانة اسمه أنا ما بعرف شو اسمه والله شو كمان بالراية واو شو حلوة هاتي هاتي فرجيني واو شوفوا شو حلوة البراية تبعها هذا بيلزم والله هاد دفتر الملاحظات تبع هيفي جابت قصة كمان مشان تقراها بأيام العطل حبيت شو كمان هيفي ما فرجونا ستيكر حلوين والله هيك وانتو اشتريتوا بس بثلاث دقايق كيف لو اعطيتكم وقت شو جبتوا كنتوا شوفوا هاي المحاية شو حلوة قال مشتري منها تنتين بس ما لقيت الثانية اكيد ضايعة بالكياس ايه مو ضروري تفرجينا الدفاتر يا شو حلوة هاي انية المي تبعها
عن جد؟ واو صوكي فيها كثير حبيت. شوفوا هاي النية المي تبعها. هيلين قطش فيها تعمل هاي بإمكانها تحتفظ بالمي باردة، درجة حرارة المي بتبين عندها. وهي النية المي تبع هيفي. على فكرة هيلين من العراق جابتها. ها هيلين هيفي جابتها من تركيا. شوفوا والله الأشياء اللي بالعراق أحلى طلعوا. شو حلوة جابت هيلي. هيفي كمان هذا اللانش بوكس الكتير كيوت. هيلين وين اللانش بوكس تبعك ماما؟ وهذا اللانش بوكس جبناه من العراق كتير حلو. بالهنا حبايب قلبي. جابتها انتي ماما حظوظة مثل لهيفي. شو كمان هيفي؟ واو شو حلوة المقلمة تبعك هيلين. بس حلوة والله كتير حبيتها. وانتي هيفي؟ هيفي جابت حكاية كمان مشان تقراها. اتصلوا فيني قال جايكم اللانش بوكس اللي انتي وصيتي عليه. سبحان الله بهذا الوقت اللي هلا انا والبنات عم نفتح اغراضهم تبع المدرسة، ففرصة كتير حلوة انه فرجيكم اللانش بوكس اللي وصيت عليه من الانترنت من الموقع لنشوف كيف رح يكون شكله يا ترى. شكله وصل. تا 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 صار عتمة. فتحنا اللانش بوكس بالفيديو القصير مشان ننشركم اياه. نحن عم نصور الفيديو الطويل مشتريات المدرسة وصلنا والله. كتير حبيت كيوت شكله على فكرة. موصي على واحد تاني على فكرة ها كنت عم استناه، فان شاء الله يجي هو كمان. نحن عم نصور. جايبة جدول كمان هيفي. كنتي اشتريتي لإلك اعطيتك. يلا عادي. هدول الاقلام جابتهم هيفي. بسرعه شوي يا بنات عم يمشي الوقت، لسه بدنا نفرجيهم اواعيكم كمان. طب هدي هيلي هيفي بسرعه فرجيني. شوفوا هدول كمان الوان بيجي بقلبهم قصب قصب كثير حلوين. بسرعه ايه هدي هدي بسرعه عجلاتي. حبيت ليليان عقبال عندك ماما تروحي على المدرسه. واو بجنن. اكتبوا لنا بالتعليقات اي واحد احلى، قلم هيلين ولا قلم هيفي. واو دفتر الرسم. هدول عم يتخانقوا هون. عبد الله ولد. لا 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 يا عمري. عبد الله قال قال عبد الله قال زعل عبد الله. يلا اعطي لها هاي لعبد الله بسرعه ولد. هدي هدي يا عمري شو حنون ولد. الله يحميكم ويحفظكم يا رب. صار حرب هونيك. وهاد دفتر رسم لهيفي وهاد قلم فوسفور لو قلم. وهاي الدوسية تبع هيفي. هدول اقلام هيلين كمان محايد هيلين حلوة كمان بالهنا. خلصوا مو يا بنات. واو شو حلو كله ايموجي دفتر الرسم تبع هيلين. هيلين واو هدول اواعي هيلين اشتريتهم مشان تلبسهم بحصة الرياضة. كتير حلوين ما شلون عم تعمل حركات. اشتريت كمان طقم تاني ما رح اعذبها وخليها تلبسه. هيفي ولي هيفي عم تتجهز. ولي على قامتي. شوفوا كركبة الغرفة كيف رح اظبط كل شيء انا. تعالي تعالي هون الضو جاي على زهر كتير. هيفي صارت جاهزة كمان ما شاء الله. هيفي بتجننوا احلى بنات والله. تيناتكم حلوين والله. والله اشتقنا لاجواء المدارس كتير كيوت وبتجننوا. هون يعني اذا لهون عم تشوفوا الفيديو ما تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. ونحبكم كتير وباي. نلتقي فيكم فيديوهات تانية. اكتبوا لنا شو حابين يكون الفيديو الجاي. هلا بحبكم كتير. باي.